بين طرد دبلوماسيين إلى استهداف شخصيات وكيانات روسية، الولايات المتحدة تميط اللثام عن حسمة من العقوبات الكاسحة بحق روسيا، أو هكذا وصفتها الخزانة الأمريكية. فمن الأنشطة السبرانية التي وصفت بالخبيثة للتدخل في الانتخابات الأمريكية إلى محاولة ضم شبه جزيرة القرم، واشنطن تقرر جرد حسابات الماضي مع موسكو. وبينما واشنطن تترقب الرد الروسي المماثل، البيت الأبيض يتوعد بعواقب استراتيجية واقتصادية، ويبقى الرهان على انعقاد قمة بين بوتين وبايدن قيد انتظار ما ستؤول إليه الأحداث. أهلا بكم إلى برنامج الرابط. بعد دعوة بايدن بوتين لقمة مشتركة في بلد ثالث، يتعقد المشهد بسلسلة عقوبات أمريكية على روسيا أغضبت موسكو ونالت رضا الناتو وأوروبا. وعليه نتساءل، ما تأثير العقوبات الأمريكية على مصير قمة بايدن وبوتين مع حديث موسكو عن تصعيد المواجهة؟ نتساءل أيضا، هل تفلح مساعي واشنطن في التضييق على روسيا اقتصاديا مدفوعة بدعم من الاتحاد الأوروبي؟ إذن بايدن يدعو بوتين إلى لقاء لحل ملفات خلافية، ثم تفرض إدارته عقوبات على كيانات وشخصيات روسية هي تداعيات سياسية قد تلقى انعكاسا سلبيا على استقرار الاقتصاد الروسي الذي يصارع تحديات مختلفة. يصفه بالقاتل ثم يدعوه بعد أيام إلى لقاء في دولة ثالثة لحل الخلافات. هذا ما حصل في آخر جولات المناكفة بين بايدن وبوتين، الذي ينام على دعوة أمريكية للتلاقي ويصبح على قائمة عقوبات أمريكية مفروضة على كيانات وشخصيات في البلاد. عقوبة تشمل فيما تشمله طرد 10 دبلوماسيين روس من الأراضي الأمريكية. لا يرتبك الروس كثيرا في التعاطي مع هذه المعطيات، فالمفاجأة لم تفاجئ أحدا ضمن الأوساط الروسية. الشد والجذب بات سمة للعلاقات بين الروس والأمريكيين، آخر الفصول توتر في البحر الأسود على خلفية رفض الروس دخول سفن أمريكية لدعم الأوكرانيين. صحيح أن بايدن أعلن عند تولي مهامه أنه جاهز للتنسيق مع موسكو في ملفات أمنية وأخرى تخص الحد من التسليح، ولما لا يكون تمديد معاهدة نيو ستارت إنجازاً يمكن البناء عليه من وجهة نظر الأمريكيين. أما الروس فيتعاطون مع تلك التصريحات بحذر، يرحبون، وتشدد الخارجية على أهمية اعتماد الحلول الدبلوماسية لحل أي خلاف، وهو الخلاف يقع. سيكتفي الروس هذه المرة أيضاً بالرد بالمثل مع الأمريكيين، العقوبات مقابل العقوبات وطرد يقابله طرد، وهذا في منطق السياسة محدود التأثير. لا يريد الروس تصعيداً، فلديهم ما يشغلهم داخلياً، يتداركون تداعيات فيروس كورونا، ففي العام الماضي انخفض إنتاجهم من النفط لأدنى مستوياته للمرة الأولى منذ أزمة عام 2008 الاقتصادية. حتى بعد تعافي أسعار النفط يخسر الروبل الروسي 15% من قيمته، وهذا يثير قلق مستثمرين خائفين من فرض مزيد من العقوبات من واشنطن وحلفائها الغربيين وسط توتر قائم في العلاقات. هذا حال الروس في مواجهة واشنطن الآن، يقولون أنهم يتعافون اقتصاديا ويبيعون النفط ويكسبون مليارات الدولارات، يراقبون أخباراً تفيد بأنهم مهددون بنفاد مخزونهم النفطي خلال عقدين قادمين، وهذه كارثة إن حلت ستدمر اقتصاد إمبراطورية روسية تعتمد ميزانيتها على النفط والغاز. قبل الشروع بمناقشة ملف اليوم، نذكر مشاهدينا بسؤالي حلقة الرابط. إذن نتساءل الليلة، ما تأثير العقوبات الأمريكية على مصير قمة بايدن وبوتين مع حديث موسكو عن تصعيد المواجهة؟ ونتساءل أيضا، هل تفلح مساعي واشنطن في التضييق على روسيا اقتصاديا مدفوعة بدعم من الاتحاد الأوروبي؟
لفتح نقاش حلقتنا اليوم نرحب بضيفينا عبر سكايب معي من فيرجينيا السيد ريتشارد وايتس كبير الباحثين في معهد هاتسون للدراسات الاستراتيجية، ومعي أيضا عبر الأقمار الصناعية من موسكو السيد فرهاد أبراجيموف الباحث في منتدى فالديا الدولي للحوار. أهلا وسهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ نقاشي مع ضيفي من واشنطن. سيد ريتشارد، إذن هي عقوبات وصفت بالكاسحة مقابل تعهد روسي برد مماثل أيضا، إذن دائرة التصعيد تتسع اليوم بين موسكو وواشنطن، هل نحن ذاهبون إلى مواجهة مباشرة بين الطرفين؟ شكرا. أبدأ بتمني لكم رمضان كريم. أهلا بك. أعتقد أن هذا يشير إلى ما سوف يحدث في السنوات القليلة المقبلة، والمثير للاهتمام في إدارة بايدن أنها على بخلاف الإدارات السابقة لأوباما وترامب وبوش، فهذه الإدارة لا تحاول حتى أن يكون هناك تحسنا أساسيا في العلاقات مع روسيا، وقررت أن يكون هناك علاقة مختلطة بين التنافس بشكل عام مع تعاون محدود في بعض المجالات التي ذكرت في المكالمة الهاتفية أمس، ولكن الهدف هو تفادي أي مواجهة مباشرة. إذن أعتقد أننا سوف نرى ربما مناورات عسكرية في البحر الأسود، وربما ضغوط في الملف الأوكراني، وقد يكون هناك تمارين روسية أخرى قريبة من أوكرانيا، سوف يؤدي ذلك إلى رفع وتيرة التوترات. نرى عقوبات أمريكية تؤثر على الاقتصاد الروسي من دون أي تحسن. أعتقد أن الإدارة قادرة على التعامل مع هذه العلاقة التي تجمع بين التنافس والتعاون الضيق من دون مواجهات، ولكن أعتقد أن هذه حالة الأمور على مدى السنوات القليلة المقبلة. نعم. أطرح السؤال نفسه على ضيفي من موسكو. أهلا وسهلا بك سيد فرهاد مجددا. سيد فرهاد، إذا نتابع، هناك عقوبات جديدة على روسيا، وروسيا أيضا تقول أنها سترد على هذه العقوبات، هل نحن أمام مواجهة مباشرة ممكنة بين الطرفين؟ طاب مساءكم، وأنا أيضا أود أن أنضم إلى زميلي من الولايات المتحدة الأمريكية لأهنئكم بعيد رمضان المبارك. شكرا. أهلا بك. وللإجابة على سؤالكم أود أن أقول أنها نحن نلحظ الآن نزعة واضحة عندما الإدارة الأمريكية لا ترغب نهائيا أن تتحدث مع روسيا باللهجة المطلوبة، ولكنها تسلك السياسة العدوانية، وبالفعل من جهة تريد التحالف المحافظة على توازن العلاقات، ولكن لا أحد يرغب لا من الولايات المتحدة الأمريكية ولا روسيا بهذا الاصطدام المباشر أو المواجهة المباشرة كما تفضلتم. الجانبان يفهمان تماما بأن هذا هو ليس الحل الأمثل، ولكن عندما نرى من هذه التصرفات بفرض العقوبات من هنا وهناك والاستفزازات الأخرى، فكل ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على أن السيد بايدن هو من الأشخاص اللامحاورين، ومن الأشخاص الذين لا يرغبون المناقشة والتوصل إلى قواسم مشتركة. من جهة يفرضون العقوبات، ومن جهة أخرى يصرحوا بأنه يريد التعاون. فكيف يمكن أن نفهم هذه الازدواجية في التصرفات وفي القرارات إن كانت عقلانية؟ فنحن نفهم أنه شخص خبير ودبلوماسي خبير، ولو أنه أراد النقاش مع روسيا وإيجاد القواسم المشتركة والالتقاء في نصف الطريق لفعل ذلك. أنا لا أعرف كيف ستنتهي الأمور، ولكنه أنا متأكد أنه لن تتوصل الأمور إلى صدام عدواني حربي، ولكن سوف تكون هناك اختلافات في وجهات النظر وصدمات غير مباشرة في الشرق. سنتحدث عن هذه الاختلافات بعد قليل بالتفصيل. أعود إلى سيد ريتشارد. سيد ريتشارد، إذن ضيفي من موسكو يقول أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا حواري أو لا يريد النقاش والحوار، لكن بايدن دعا بوتين إلى عقد قمة. كيف تتوقعون أن يكون تأثير العقوبات اليوم على القمة التي كان دعا بايدن بوتين إلى عقدها؟
قالت الحكومة الروسية إن قرارها في المشاركة حول القمة عفوا سوف يعتمد على التصرف الأمريكي، وأعتقد أن الروس سوف يقرر المشاركة بغض النظر عما يحدث، لأن هذا يصب في مصلحة روسيا. وأعتقد أن الرئيس بوتين والروس بشكل عام لطالما سعوا إلى عقد مثل هذه القمم، ونرى سرعة قبول الروس دعوة بايدن للمشاركة في قمة المناخ. إذن أعتقد أن هذا ما سوف يجري، سوف يكون هناك عقوبات أمريكية وتبادل للتهم، ولكن القمة سوف تعقد وسوف يستمر الحوار لأن هناك مسائل هامة يجب مناقشتها. لأسأل ضيفي من موسكو إذا كان ذلك فعلا ما سيحدث. سيد ريتشارد، سيد فرهاد، الكرملين قال أن أي عقوبات أمريكية جديدة لن تساعد في خطط عقد هذه القمة، هل ستعقد هذه القمة؟ هل ستغير موسكو يعني رأيها في هذه القمة بعد هذه العقوبات؟ أعتقد أنه من السابق لأواني الحديث في هذا الاتجاه. نعم بالفعل الكرملين صرح بأنه جاهز للقاء، ولكن كل ذلك يتعلق بسلوك الولايات المتحدة الأمريكية. وبالفعل إذا استمرت مواجهة الولايات المتحدة بهذا الأسلوب أيضا، فأعتقد أنه الحديث سوف يكون صعب. بالعكس موسكو مهتمة تماما وحريصة، وأريد أن أخبركم وأخبر المشاهدين الكرام بأن الرئيس بوتين اقترح للسيد بايدن للحوار بشكل مباشر، ولكن لم يأتي الرد من البيت الأبيض، ولكن بذات الوقت يهددون ويصرحون من الولايات المتحدة الأمريكية ويتهمون روسيا بأنها غير ناوية للحديث أو الحوار. وبعد كل هذه التصرفات أن يتحدثوا إلينا بأسلوب بأنه في إطار هذه القمة سوف يتم الحديث مع السيد بوتين. سيد فرهاد، في ظل تأزم الوضع الاقتصادي الروسي اليوم، هل تفلح المساعي الأمريكية في تضييق الخناق على روسيا وتعميق أزمتها الاقتصادية؟ بشكل معين أو إلى درجة معينة نعم، فبلا شك ترون التأثير على سعر صرف عملة روسيا الروبل، وأنه هناك تبدأ بالتهاوي بعض الشيء، وأيضا يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع في مستوى التضخم، وبلا شك أيضا سوف ينعكس ذلك على الاستثمارات في روسيا. وكل ذلك تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن يكون الشعب الروسي في وضع يرثى له، وأنه يبحث عن الاستقرار داخل البلد. وهذه العقوبات التي يفرضها السيد بايدن بلا شك سوف تؤثر وقد تضرب بالاقتصاد الروسي، ولكن الموضوع في فرض هذه العقوبات وبهذه الكمية وبهذه النزعة المتصاعدة، أعتقد أنه كلما كانت العقوبات أكثر ضد روسيا كلما كان تأثير هذه العقوبات أقل بكثير. طيب لنتابع سويا تصريحات الخارجية الروسية التي تستدعي السفير الأمريكي وتقول إنه لابد من الرد على عقوبات واشنطن. المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لقبول الحقيقة الموضوعية بأن هناك عالما متعدد الأقطاب يستبعد الهيمنة الأمريكية على حد وصفها، مضيفة أنه لا مفر من الرد على العقوبات. أعود لضيفي من موسكو أيضا سيد فرهاد، كيف من المتوقع أن يكون الرد الروسي اليوم على هذه العقوبات؟ أيضا يجب أن نفهم قبل كل شيء بأن الآن لدى روسيا توجد عتلات التأثير الحاضرة أيضا، فمثلا في الاقتصاد يمكننا أن نفعل أيضا الكثير، فلذلك أعتقد أنه من الصعب التكهن الآن كيف سوف ترد روسيا. بالنسبة للمجال الاقتصادي فأيضا يمكن أن يكون هناك، وأخطر ما يكون في
هذا الوضع بأنه سوف تقل فعالية الحوار وسوف ينعدم الرد من الطرف الآخر، فهذا هو سيناريو غير مقبول للمحاورات والمفاوضات عندما تكون الأسئلة بدون أجوبة. ولكن إذا أخذنا بشكل عام كيف سترد روسيا، فيجب أن نقول بأنه بانخفاض نشاط الاتصالات على مستواها الكبير قبل كل شيء، أي أننا سوف نبتعد عن الحوار في حال استمرت هذه العقوبات. هذه أول الردود. وأيضا سوف تكون هناك توترات مختلفة في مختلف بقاع الأرض أيضا، وهذه الأمور أيضا يجب أن تأخذ في الحسبان، لأن روسيا توجد لديها عتلات التأثير في مناطق مختلفة من العالم، ولغاية الآن الكريملين صامت لغاية الآن. أنتقل لضيفي من فيرجينيا. سيد ريتشارد، مسؤول أمريكي قال أنه أو منذ قليل قال أن بعض إجراءات واشنطن إزاء روسيا ستبقى غير معلنة، ما المقصود بذلك وما هي هذه الإجراءات؟ ذكروا تحديدا الادعاءات القائلة بأن روسيا كانت تحاول أن تدفع للطالبان أو المرتزقة من دون تحديد الجهة تحديدا لتكليفهم بقتل الجنود الأمريكيين، وهذه المعلومات المتوفرة غير مؤكدة، وكان هناك إشارة إلى أن هناك أدلة لا يمكن الإفصاح عنها وسوف يتم اتخاذ إجراءات على أساسها. هذا ينطبق أيضا على بعض الرد السيبراني إذا كانت الولايات المتحدة تقرر أن تقوم بهجوم سيبراني ضد روسيا، فطبعا لن تعلن عن هكذا هجوم. عادة الحكومة المستهدفة يجب تفادي أن يكون لديها رد فعل سلبي، وفي حالة أفغانستان فتم معرفة هذه المعلومات من شخص ولا يودون تعريض هذا الشخص للخطر، ولذلك بعض الأمور أو الإجراءات التي سوف يقومون بها لن يتم الإعلان عنها. فلنذهب لنتعرف أكثر على الملفات الخلافية بين الطرفين. نستعرض معكم أبرز محطات التوترات الروسية الأمريكية منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن مهام منصبه، ونعود إلى النقاش. منذ توليه مهام منصبه في 20 يناير الماضي، ينتهج بايدن سياسة مغيرة اتجاه روسيا عن تلك التي اتخذها سلفه ترامب. بدأت أولى التوترات بالتزامن مع قضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني. في 23 يناير نددت واشنطن بما وصفته بالأساليب العنيفة التي انتهجتها موسكو في التعامل مع المتظاهرين المؤيدين لنافالني، وهو ما وصفته روسيا بالتدخل الوقح للولايات المتحدة في شؤونها الداخلية. وفي 5 فبراير وفي أول خطاب رئاسي له، تعهد جو بايدن بتبني نهج متشدد حيال روسيا، وقال إن الولايات المتحدة لن تخضع أمام روسيا بعد الآن. وأذن الكرملين خطاب بايدن كما اعتبره عدائيا جدا وغير بناء. وفي 2 مارس فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ومسؤولين روس آخرين بعدما تبين لها أن هذا الجهاز هو من نفذ عملية التسميم، وهي خطوة دفعت موسكو لتحذير واشنطن من اللعب بالنار. وفي 17 مارس تصاعدت حدة التوترات بعد تصريحات متلفزة للرئيس الأمريكي قال فيها إنه يعتقد أن الرئيس الروسي قاتل وحذر من أنه سيدفع الثمن، وهي تصريحات اعتبرها رئيس الدوما الروسي هجوما على روسيا، كما استدعت موسكو سفيرها في واشنطن في ذلك اليوم للتشاور حول مستقبل علاقتها مع الولايات المتحدة. أتابع النقاش مع ضيفي من فيرجينيا سيد ريتشارد. سيد ريتشارد، إذن يعني الحشد الروسي العسكري مستمر دون الاستماع إلى مساعي التهدئة على الحدود الروسية الأوكرانية، إلى أي مدى اليوم الأزمة الأوكرانية تعمق الخلاف بين واشنطن وموسكو؟ أعتقد أن الأزمة وصلت إلى ذروتها
ربما في الأيام القليلة الماضية حتى في اليوم الأخير كان هناك تراجع في هذا التوتر. كما نعرف أن روسيا تود أن ترفع من حدة هذه التوترات وتعود لتهدئتها. رأينا ذلك مع أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا وغيرها. فإن الحشد الروسي كان مصدر قلق للولايات المتحدة، وأعتقد أنها كانت مساعي لجس نبض إدارة بايدن ولمعرفة نقاط الضعف بين الولايات المتحدة وحلفائها في الملف الأوكراني. وروسيا تمكنت من دفع الرئيس بايدن باتجاه دعوة الرئيس بوتين لعقد قمة. إذن أعتقد أن جمع بين هذه الردود القوية وبعض الانفتاح قد أضعف الخوف من مغبة مواجهة، ولكن أعتقد أن هذه الأمور سوف تستمر. فكما ذكرت هناك تمارين متوقعة روسية متوقعة في نهاية العام على مقربة من أوكرانيا وبيلاروسيا، وسوف نرى. لنعرف أكثر من ضيفي من موسكو إذا كانت ستستمر أو لا، هل يمكن سيد فرهاد اليوم العقوبات المفروضة أن تغير أو تبدل مزاج موسكو على حدودها مع أوكرانيا مثلا بالتراجع عن خطواتها العسكرية؟ كل شيء مرهون بسلوك أوكرانيا أيضا، فالأمر يتعلق بأنه في الفترة الأخيرة سلوك أوكرانيا أيضا قد يزعج روسيا وتتذمر روسيا من هذه التصرفات ومن هذا النهج الذي تقوم به أوكرانيا. فأهم شيء هنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تغذي المزاج الأوكراني المعادي لروسيا، وخصوصا في جمهورية دنباس. وأعتقد أنه السيناريو الذي أراه بأن الأمر لا يتعلق ليس فقط في وليس يكمن في أوكرانيا فقط، فمثلا في أفغانستان أيضا. وبايدن أيضا صرح بأنه سوف يخرج قواته من هناك، ولكن أنا لا أصدق نهائيا هذا التصريح. هناك تقارير تتحدث عن توقعات بنفاذ النفط الروسي في وقت قريب. إلى أي مدى اليوم موسكو فعلا بحاجة إلى التهدئة خارج حدودها لتلتفت أكثر إلى يعني تحديات الاقتصادية الداخلية؟ هذه المعلومات لا تشبه الحقيقة، لكن كان هناك خلط في المعلومات، خلط في المعلومات التي تم تصريحها عن الاحتياط النفطية المؤكدة والمثبتة وعن الاحتياطات الرئيسية القابعة في بطن الأرض والتي لا يتم استخراجها بسبب عدم الجدوى الاقتصادية الخاصة بسعر النفط الحالي. فلذلك كل شيء أيضا مرهون ب هذا الأمر، وهذا أيضا يخص الغاز. فمنذ 6 أو 7 سنوات كان هناك تصريح من روسيا وقرارات من روسيا داخلية من محاولة التحول من النفط إلى الغاز والاعتماد على الغاز كأحد مصادر الطاقة أكثر من الاعتماد على النفط، وهذا ما يجري حاليا وبشكل تدريجي في روسيا. ولكن من المهم أيضا الآن أنه هذه النزعة التي نراها الآن في الأسواق النفطية العالمية، أستطيع القول انطلاقا من تحليلي أنه بلا شك السوق صعب جدا لأنها مرحلة اقتصادية صعبة جدا بالنسبة لكل دول العالم وليس فقط لروسيا. ولكن نحن بكل أحوال الموضوع لا يتعلق فقط بالنفط، يعني هناك أزمة اقتصادية في روسيا وهناك هبوط أيضا للروبل مقابل الدولار. سنعود لنتحدث أكثر عن هذه التفاصيل لكن بعد فاصل قصير. ابقوا معنا مشاهدينا. أهلا
أهلا بكم من جديد. الناتو والاتحاد الأوروبي يعربان عن تضامنهما مع الولايات المتحدة في فرض العقوبات على روسيا. وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل باسم الدول 27 الأعضاء تضامن التكتل مع واشنطن، داعيا كل اللاعبين إلى الامتناع عن أي سلوك غير مسؤول ويهدد الاستقرار في الفضاء الإلكتروني وفق قوله. كما عبرت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في بيان عن دعمها لحليفتها الولايات المتحدة بعد الإعلان عن إجراءات تهدف إلى الرد على أنشطة روسيا المزعزعة للاستقرار وفق وصف البيان. أعود مرة أخرى إلى ضيوفي. إذن معي عبر سكايب من فيرجينيا السيد ريتشارد وايت، كبير الباحثين في معهد هاتسن للدراسات الاستراتيجية، وعبر الأقمار الصناعية من موسكو معي السيد فرهاد أبريجيموف، الباحث في منتدى فالدي الدولي للحوار. أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمين. مجددا النقاش أبدأه مع ضيفي من فيرجينيا. سيد ريتشارد، إذن أوروبا تعلن تأييد للولايات المتحدة في يعني العقوبات على روسيا، لأي مدى تعول اليوم واشنطن على تأييد أو دعم الولايات أو الاتحاد الأوروبي لها لتشكل ربما قوة ضغط أكبر على موسكو؟ هذا يعتمد، ويسعدني أن تكونوا قد أشرتم إلى هذه المسألة التي لا يتم نقاشها بشكل كبير في وسائل الإعلام. حتى تحت إدارة ترامب رأينا تعاونا كبيرا بين أوروبا والولايات المتحدة بشأن هذه العقوبات، وأنا تفاجأت كثيرا أنه على مدى السنوات الست الماضية فإن الاتحاد الأوروبي كل ستة أشهر مددت عقوباتها، ويكفي أن يقوم عضو واحد أن يعارض هذا القرار لعدم التمديد. هذا يساعد الولايات المتحدة كثيرا، لأنه حتى إذا كانت الولايات المتحدة منعت بعض المعاملات مع روسيا، عادة يمكن للأوروبيين أن يوفروا المعاملات نفسها والتكنولوجيا نفسها. إذن من خلال العمل مع بعضنا البعض سوف يكون هناك أثر أكبر، وسوف تضطر روسيا إلى الرجوع إلى الصين أو قدراتها الداخلية للاستجابة إلى هذه التحديات. إذن أعتقد أنها كانت مسألة لم يتم التشديد عليها بما يكفي تحت إدارة ترامب، وبدأ التعاون بين هذه الفترة وسوف يستمر هذا التعاون الهام. طيب سيد ريتشارد، سؤال يطرح نفسه اليوم، إذا وصلت الأمور بين واشنطن وموسكو إلى المواجهة المباشرة، هل ستقف أوروبا إلى جانب واشنطن ضد موسكو؟ نعم، أعتقد أن رأينا ذلك في حالة أوكرانيا، ورأينا ذلك في معظم الملفات. هذا لا ينطبق تلقائيا على كل الملفات بالضرورة. نرى خلافات مثلا حول مشروع نورد ستريم والعقوبات التي فرضت في هذا الصدد. بعض الدول خاصة ألمانيا حتى الآن ترفض أن تتبع قرار الولايات المتحدة حول هذا المشروع، وعلى الأرجح لذلك لم يكن هناك عقوبات إضافية أعلنت على هذا المشروع اليوم. أيضا بعض الأوروبيين لديهم موقف أكثر صرامة بشأن توسيع عضوية الناتو، والرئيس الأوكراني الأسبوع الماضي اقترح أن يتم ضم أوكرانيا إلى الناتو، ولكن وزير الخارجية الألماني رد بسرعة أنه يتم استبعاد هذه المسألة، وهذا ينطبق أيضا على جورجيا. لكن هناك خلافات، إنما إذا كانت مواجهة حقيقية وتهجمت روسيا على أحد حلفاء ناتو، سوف نرى الاتحاد في العقوبات كما رأيناه في السنوات الماضية. أذهب إلى السيد فرهاد. سيد فرهاد، كيف تنظرون اليوم بداية إلى تأييد أوروبا للعقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا؟ وأعيد وأطرح السؤال نفسه عليك، هل تعتقدون أن أوروبا ستقف إلى جانب واشنطن ضد موسكو في حال تطور الأمور إلى مواجهة مباشرة بين الطرفين؟ عندما نتحدث عن هيكلية مثل الاتحاد الأوروبي يجب أن نفهم الأمور ليس بشكل واحد. نعم، أنا أوافق مع زميلي بأن أوروبا توافق في معظم الأمور، وفي أمور أخرى تخص السيل الشمالي مثلا لا توافق على هذه العقوبات، ولكن توجد هناك بعض النقاط التي تتفق فيها أوروبا مع أمريكا، ولكن للأسف أوروبا
أوروبا بشكل عام تسلك سلوك الدول التي تتخلى عن سيادتها في كثير من الأمور، لأن هذه الدول الأوروبية هي دول عملاقة، دول ذات جذور تاريخية كبيرة، وتسلك سلوك الدول التابعة، فهذا هو الأمر أمر ليس جيد كسمعة الدول الأوروبية. بالنسبة للسائل الشمالي، فعندما قالت وصرحت ألمانيا بأنها لا ترغب بهذه العقوبات ولن تقبل بها، صرحت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها قد تتخذ وتفرض عقوبات ضد ألمانيا ذاتها. فانظروا على هذه المعادلة التي تحدث في السلوك المعادي لروسيا وفي السلوك الذي تسلكه. فمثلا النمسا وفنلندا فهم ليست أعضاء دول الاتحاد الأوروبية، ولكنها دول أوروبية ولكنها تسلك سلوك محايد وليس سلوك تابع. فبلا شك هذه المواقف هي مستقلة من دولة الأخرى. نعم، اسمح لي أن نذهب سويا لنتعرف أكثر على المبادرات التي حصلت بين الطرفين في هذه الفترة. وصلت العلاقات بين واشنطن وموسكو تحت إدارة بايدن الجديدة إلى مواجهة دبلوماسية حقيقية تعاطت معها موسكو برد قوي. نتابع ونذهب إلى النقاش. فور دخوله البيت الأبيض، بادر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء أول محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، عرب فيها الطرفان عن ارتياحهما للتوصل لاتفاق حول تمديد معاهدة ستار 3، وناقشا فيها أيضا أزمة كورونا وقضايا التجارة والاقتصاد. أيام قليلة تستقبل موسكو تصريحات من بايدن اعتبرتها تصعيدا يشير فيها إلى أن أيام تراجع الولايات المتحدة أمام روسيا انتهت، جاءت تزامنا مع محادثة بين وزيري خارجية البلدين أكدت فيها موسكو ضرورة احترام قوانينها ونظامها القضائي. شهر مارس الماضي شهد تراشقا حادا للاتهامات بين الرئيسين الأمريكي والروسي. بايدن يصف بوتين بالقاتل والأخير يرد بالمثل، مواجهة ولدت أزمة حقيقية بين البلدين واستدعت على إثرها موسكو سفير واشنطن لديها للتشاور معربة عن غضبها. ومع تصاعد أزمة أوكرانيا تصاعدت معها التوترات بين واشنطن وموسكو. التحرك العسكري الروسي على الحدود حذرت منه الولايات المتحدة ورفعت درجة تأهب قواتها في أوروبا، مؤكدة دعمها الكامل للرئيس الأوكراني ووقوفها إلى جانبه. التهديد الأمريكي قللت من قيمته موسكو واعتبرته الرئاسة تكرارا مستمرا لخطاب واشنطن، وهو رد يأتي بعد أن قدمت الخارجية الروسية تفسيرات للجانب الأمريكي بهذا الشأن، مشيرة إلى أنها لن تجري أي حوار مع واشنطن ضمن هذه اللهجة. أتابع النقاش مع سيد ريتشارد ضيفي من فرجينيا. سيد ريتشارد، الرئيس الأمريكي بايدن قال أن واشنطن تهدف لإيجاد فرص تعاون مع روسيا ودعا بوتين فيما بعد إلى قمة، إذن لماذا فرض العقوبات قبل عقد القمة اليوم؟ كما قلت في البداية، فإن استراتيجية الإدارة الحالية مزدوجة، هي تجمع بين التعاون في الملفات التي يمكن التعاون فيها، وتم الحديث في المكالمة عن احتواء الأسلحة، عدم نشر الأسلحة وأفغانستان وبعض النزاعات الإقليمية التي قد تشمل ربما إيران وكوريا، ولكن أيضا بعض النزاعات حيث يجب أن نتعاون، مثلا إذا ما تدخلت روسيا في الانتخابات الأمريكية وأطلقت حملة سيبرانية كبرى ضد الحكومة الأمريكية وقامت بنشاطات أخرى نوقشت، فالولايات المتحدة سوف ترد على هكذا نشاطات. أعتقد أن الإدارة قادرة على التعامل مع هكذا علاقة مزدوجة، رأيناها إبان الحرب الباردة، وأتوقع أنها سوف تستمر. من جهة سوف يكون هناك حوار وتعاون ضيق، ومن جهة أخرى سوف يكون هناك الكثير من العقوبات الأمريكية والكثير من التهجمات على شخص الرئيس بوتين والحكومة الروسية. نعم. طيب سيد فرهاد، سؤالي لك، هل ستكون هذه العقوبات اليوم الشعرة التي قصمت ظهر البعير إذا ما صح التعبير، أم أن موسكو ستكون مستعدة لربما جولات جديدة من الأخذ والرد مع واشنطن؟
نحن قد اعتدنا على حديث العقوبات الذي تتحدث به الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أننا نحن نتوقع هذه الأمور ولا نتفاجأ، وهذه السياسة غير الواضحة من قبل بايدن، من قبل خبير دبلوماسي ورئيس مخضرم مثل بايدن، فهذا أمر بالفعل غريب، فنحن لا نفهم هذا المنطق. فإما ليرفع جزء من العقوبات ويبدأ الحوار، أو فليفرض العقوبات ولا يتحدث معنا ويتحدث معنا فقط في لهجة الحوار. فلذلك لا أعتقد أنها سوف تكون القشة التي ظهرت قصبت ظهر البعير. فهذه العملية هي عملية معتادة وأصبحت شيء من الماضي وليس وليد عهده. فأعتقد أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تفهم أنه لا يجب التحدث مع روسيا بهذا الأسلوب، ولن نرضخ لمتطلبات الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف نتعاون ولكن بعد رفع العقوبات. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد فرهاد إبرامي جوف الباحث في منتدى فالدي الدولي للحوار على مشاركتك معنا، وأشكر أيضا السيد ريتشارد وايت كبير الباحثين في معهد هاتسون للدراسات الاستراتيجية كان معنا من فيرجينيا، شكرا جزيلا لكما. قبل الختام نستعرض سؤال حلقة الرابط لليوم، تساءلنا ما تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة على مصير قمة بايدن وبوتين مع حديث موسكو عن تصعيد المواجهة ضد واشنطن، وتساءلنا أيضا هل تفلح مساعي واشنطن في التضييق على روسيا اقتصاديا مدفوعة بدعم من الاتحاد الأوروبي. بعد استفاضة النقاش في ملف اليوم خلص ضيفي إلى أن الحديث عن قمة بين بايدن وبوتين في ظل المعطيات الجديدة على الأرض سابق لأوانه ولا يمكن التنبؤ به الآن، كما رأى ضيفي أن العقوبات الأمريكية هدفها الأول هو ضرب الاقتصاد الروسي، ولا شك بأن الوضع الاقتصادي في روسيا سيتأثر سلبا إذا ما استمرت سياسة العقوبات الأمريكية. نهاية حلقة الرابط لهذه الليلة مشاهدينا، أشكر كرم متابعتكم، غدا ملف جديد وحلقة جديدة، كونوا على الموعد، إلى اللقاء.